الحياة مليانة رسائل، ومفيش يوم بيعدي علينا غير لما ربنا بيبعت قدامنا رسائل كتير، وفي مننا اللي بياخد باله، وفي مننا اللي بتمر عليه مرور الكرام. والنهاردة رسالتك بتقول: لو حسيت إنك هتيأس، افتكر إن ربنا شايلك عنده الحل والفرج، لكن بس كان بيختبر صبرك. إحنا بشر، بيمر علينا أزمات كتير، شدة وصعوبات، وممكن جدا يطولنا اليأس والإحباط يتملك مننا. لكن في اللحظة اللي هتحس فيها إنك ممكن تيأس، لازم تفتكر إنك مش لوحدك. مهما سابونا الناس ومهما تخلوا عنا الخلق، وإن من فوق 7 سماوات في ربنا، ربنا شايفنا ومطلع على قلوبنا. ولازم نفهم وقتها إن اليأس في المقام الأول هو يأس من ربنا سبحانه وتعالى، اهتزاز الثقة فيه وفي قدرته. الإنسان اليائس بيكون فاقد الثقة في الدنيا كلها وأولهم نفسه، والأخطر من كده إنه بيفقد الثقة في اللي بيقول للشيء كن فيكون. بيوصل لمرحلة إنه خلاص بينسى إن في إله عظيم يقدر يغير حاله في جزء من الثانية، يقدر يبدله للأحسن، يقدر يفاجئه ويرزقه من حيث لا يحتسب. اسمع كده الآية دي: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. تمعن كده الآية وحس بيها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا الله على الراحة والسكينة. ربنا بيقولك تعبت، البيبان كلها تقفلت في وشك، جريت ولفيت وكل الطرق مقفولة، الضغط زاد وهتنفجر. ربنا بيقولك استنى، انت ما تعرفش حاجة، ربنا في إيده الحل اللي عمره ما يجي على بالك، بس اصبر وربنا هيفتح لك كل الأبواب المقفولة من باب عمرك ما اكتشفته. وكأن ربنا بيقولك مش انت جريت وجربت وعملت اللي عليك، طب ارتاح بقى شوية وصيب الأمر كله عليه. اوعى تيأس مهما كان الطريق صعب، أصلك مهما فكرت وحاولت ملكش ملجأ في النهاية غيره اللي خلقك، واللي رفع السماء بدون أعمدة، واللي سخر البحار والأنهار وثبت الجبال ونزل عنان المطر، اللي بيطعم الطير ويرزق النملة وهي في حضن الجبل، مش هيقدر يرزقك أنت؟ اسمع، كل ما تحس إنك هتمل وتيأس وتستسلم، افتكر قدرة ربنا، افتكر كم مرة وقف معاك ونجاك، وكمل وخليك واثق إن النور في نهاية النفق. يمكن أنت مش شايفه، يمكن نوره مش وصلك، بس خليك واثق إن في النهاية في نور. لو يئست وقفت مكانك هيضيع عليك كل حاجة، مع إن كان فاضلك خطوة، خطوة واحدة وتوصل. استنونا.